استقبل الفضاء الأثري لقصبة الودايا اليوم الجمعة الفرقة المنغولية إغشيلغن في إطار الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الودايا. Our group was founded in Mongolia in 1991 and our musicians play with traditional Mongolian music, music instruments like horse head violin, like morinkhur, so yocheng, timbalon and in other traditional instruments, and they sing also humi style. And humi is a famous technique of singing known in all over the world as overtone singing or throat singing. ويعرف مهرجان صيف الودايا المنظم من 24 يوليوز إلى 2 من غشت مشاركة نخبة من الفنانين من فرنسا ومنغوليا ومصر والمغرب، يتقدمهم الفنان عبد الله عصامي، فؤاد الزبادي، وكريم السقلي، والحاج يونس، ورشيد زروال، وفاطمة حيحيت، وحميد القصري، وبش الدوب.